صعبة كثرة حكي. لو كنا مع بعض موتيفيشن. ايه مع هالخشم؟ والله ما في موتيفيشن. يلا باي. جماعة نمت بالغلط وانا بعمل ايديت. والله كنت بعمل ايديت. ايش المهم راح ارجع اعمل ايديتنج. ما راح ارجع انام. شفته ما لنا دخل. رجعت الكهرب. لا ترجع اعمل ايديتنج. ايديتنج يا جماعة. رغدت اليوم من ضايقة وما عم تحكي مع حدا، فأنا حضحكها غصب عنها. يب سمعت انك متضايقة وما عم تحكي مع حد طول اليوم. ده حقيقي. طب بدي احكي غصب عنك. سلامتك يا عمري. بدي خشبك. واو ما شاء الله. الحمد لله. غير بشويون تفهموا، غير بشويون تفهموا. عبالي لبالي ربع يوم ولا خمس يوم ولا غايب. نعرف 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 باللي الانستغرام بلا هشام. على بالي جماعة وصلوني دي ميساج تبعكم. ليش يا ما اقسم بالله اللي كان عندي جوستيفيكاسيون باش تقولوا زعما نغيب غير هكا ولا لا لا. تعرفوني باللي نغيب فيديو هذه اللي بالكم بها. مي هذه الخطره ما كان لا فيديو لا والو. دونك لا بغيتو تقبلوني تقبلوني، الا ما بغيتوش تقبلوني تقبلوني. الله يرحم الوالدين. انا اخوكم والله راكم عارفين الدنيا بنت الكلب. نورمال معليش. ربع ايام ماشي بزاف. ربع ايام ثاني بطردوني من الانستغرام. ربع ايام ربع ايام ما تقبلونيش جماعه. غبت غير ربع ايام. الناس يتغيب الناس يتغيب بالعوام وما هدرتوش معاهم. انا ربع ايام راكم باغي تطردوني. والله لا عيب عليك. تقبلوني تقبلوني جماعه. نديرو هاكو هاكو ندخلو صاي جماعة صاي ما في ايسا. والله لا دخلت هاك هاك. اقسم بالله يا جماعة والله ما خليكم تروحوا هاك. والله ما يقولو كن حس زعما ندير فيديو ونقولكم سلام عليكم وما نطلقش. شو جماعة انا خممتكم وتشاورت مع راسي ودرت لكم ثلاث حلقات ينطلقوا في الانستغرام والفيسبوك. صاي دروك متصافين خوتي. ما تقوليش منا ومن اللي صاي صفوها بينات. صفوها وصفوها بينات. صاي اليوم اول حلقه. على بالكم بلي نزلت فيديو جديد واخيرا واخيرا هشام نزل فيديو. مبروك مبروك حظكم ربي يعطيكم. اي صاي روح ترندي في بعيد منا. روح رمضان راه. استغفر الله غفور الرحيم. ليكيب بغيت نقول لكم ميرسي بوكو. يعطيكم الصحه على خاطرش حنايا غبنا يامات. غبنا باسكو حسينا روحنا رانا في هذا الروتين ندورو فيه. بغيت نريح مع راسي شويه. تفرجت لي فيلم قصرت غايه. والفيديو اللي درته لكم تفتورني تاه يامس في النهار على خاطرش الانسبيراسيون جاتني حتى ليامس. ما كنت مبلوكي ديريكت مي قا هكا بغيت نقول لكم يعطيكم الصحه على خاطرش لي ميساج تاعكم فريمون موتيفو. شابو ليكم. لو يا مرحبا مبروك عليك المليون. هشام عندي 3 ايام وصلت المليون متأخر شوي. الحمد لله الحمد لله مرة هذه إن شاء الله يا رب. شوف الأناقة شوف العفوية. ماشي كتير لك درجة ولكن شوف شعرها محلة. شوف العين المدورين. شوف الرشاقة. أي رشيقة. حكتلكو لهم ما بيعملوا رياضة. هيهم اللياقيين.
وانا كندير دابا الايديتينغ لوطير كامل. تفضل شو 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 وات شكون تما؟ ايش دا يا اخي طفى الضو كله ما دافع فواتير انت مش دافع عشان يلا مع السلامة. يلا خليت لكم الراحة خليوا الضو طافي ان شاء الله ما يشعل. دابا الضو اللي مضوي بيه في الضو ديال السيكيوريتي يعني ما عرفش نطار هنا في الاوتيل والفيلتر ديال اللحية علاش دايرو غادي تشوفوا علاش من هنا لقدام ما عندكمش لاش باغي تعرفوا علاش ما عندكمش لاش. صافي رجع الضو يعني الفواتير تسددت. ثانك يو مع السلامة. قبل ما نمشي ندير الايديتينغ وجزوا راسكم بزاف الميساجات كيوصلونا ديروا لايف لايف قريبا غادي يكون يعني وجدوا راسكم. صباح النور مهم الصباح عندنا حصه الرياضه مع امن. او اللحيه كي جاتك جيت كيف جويت تاك جويت تاك جويت مهم الحصه اليوم مع ياب حاضر الاسبوع. يلا 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 سامي المهم دابا يلا جريت مع سامي 5 دقائق دابا وخاصنا 30 دقيقة باش نكملو 35 دقيقة ديال الجري. حاجة من سري مقدمة ورك اوت تايم فور ورك اوت. لا باقي ما جريناش سامي باقي ما جريناش ورك اوت. المهم قنعتو باش نكملو الجري ضربة الرعد. ريدا شكرا على السبور شكرا على الرياضه. اخر مره ندير معك سبور انا كنبغي نجري انت كتبغي دير ورك اوت. زوز بهين نو نو اوكي اوكي انا باش نمشي نحتفل بال 500 كيلو. يلا سير كنتحداك دير احسن اكسبورتينغ في الحياه. اكسبورتينغ يا حاش وصلت شي 500 كيلو. صباح النور وصباح الهديه. اليوم جاني اكثر هديه ويرد نجم تجيك اما اقوى هديه من عند ريدا. شوف دابا انت عزيز على مارفل انت عزيز عليك مارفل نحب مارفل دونك الهديه غتكون شنو فيها سبايدر مان مارفل ستوري الجاي شبيك كتوتر لازمين يمشي لهم يعملوا سوايبات ما عملوش سوايبات شايف انك احلى شنو شوف بحياتي عملوا سوايبات اكشن يعني انا الهدف نتاعك اوفيشلي اوفيشلي انت نصي شطرك شطري. دونك هذا من 500 هذا يا الديكور هذا هما لامبيل وهذا الكاميرا وجماعة الكل باش يشاركوا فيه الكل مش الكل اللي مازالوا هنا في الاردن مش قصة علي نحكي بجد. واو ديكوري فخورة في ديكوري وعملي نستنيو في شريف تو الخمسة والصفر الصفر حاضرين الخمسة يقول لي تكسر ولا هذا جربت فاسد ذيبت نص مليون مش جماعة اللي تسأل فينو هشام في الإكسبورتينغ في النصف مليون هو هشام يشهد اللي كان ناعس وقال لي ليه منحبش نجي اي شي تنوضني مرقد قال لي رمي سيبو في الإنسانجيريا والله زيدو قل وراء هشام ما تجيش تنوضني مرقد ومبروك عليك النصف مليون اي طير عليك اي ما انت عمرك ما كنت تخلط لها النصف مليون
انا عندي اكثر منك. اي نص مليون ازن باش تنطق خير من 800000 و 200000 على المليون. نصف مليون عمرك ما كنت غلطت على نصف مليون. صباح الخير عليكم. عارف راسي البارح كامل ما درت حتى شي ستوري، تقريبا 3 ايام هذه ما عتبتش الغرفه ديالي، ما خرجتش منها بمره، وهذه المره ما غنخرجش غير من الغرفه ديالي، غادي نخرج من لوطيل كامل. المولات ديال الاردن تقريبا تحلوا فيها كاع المحلات، حيت تقريبا كانت عندهم 3700 حاله ودابا بقات عندهم غير 66 حاله، يعني معظم الحالات اللي كاين هنا في الاردن تشافوا، حيت بنادم يعني كي وما زادوا حتى شي حاله، ما زادوا حتى شي حاله، يعني 4 ايام هذه ما تزادت حتى شي حاله. هادشي اللي خلاهم دابا يحلوا المحلات، نقدروا ناخذوا اي حاجه، ولكن ثاني راه 6 العشيه كي خصنا ندخلوا وما نبقاوش خارجين، مع انه تقدر تدخل اي بلاصه ولكن ما عندكش الحق تفوتها الا ما دايرش كمامه وما دايرش كلافس. غير لدابا سولت الشرطه الاردنيه وقالوا لي انهم نزلوا من 76 حاله ل 43 حاله، ولكن ما نكذبش عليكم الصراحه، يعني هنايا كانوا رغم انهم كانوا كيخليونا نخرجوا من 8 ل 6 العشيه، ولكن كانت الصرامه وكانت الجديه في اتخاذ احبس افينا وغادي. المهم غلطت في اغلب الارقام اللي كانت قبل، الاردن كانت فيها غير 500 حاله ولاو 43. كنت يلا فايق.